يعني منا شلبي وأمينة خليل. واو أنا نصي مصري. ما تبينا ننبسط يكون عندنا فلوس نفتكم الهم اللي حنا فيه. مهند منورنا النهاردة في وشة ومنور الجونة ومنور القاهرة كلها. والله منورة بأهلها أول شيء، وأنا مبسوط جدا إني في مهرجان الجونة هالسنة أول مرة وإن شاء الله مش آخر مرة. حب كبير للشعب المصري وللسينما المصرية. لسه اليوم أول يوم، أمس أنا وصلت بالليل، فمرة مبسوط يعني على البلان وعلى الإيفنتس اللي راح تصير وعلى البانلز. إن شاء الله تسجنا بيها سكسسفل يعني تريب. أنا حاسس كده وأنت بتتكلم معايا اللي فيه شوية لهجة مصرية كده. كلنا بنتكلم مصري، أنا نصي مصري. منين طب؟ من الأعمال ولا أنت بتستعد عشان تيجي؟ صحابي كتير ما شاء الله من مصر، والواحد لما بيجي مصر كده بيحاول يقلب كده اوتوماتيكلي يعني. يا اخي يعني يمكن اللهجه الوحيده في الكوكب اللهجه المصريه حلوه خفيفه ولطيفه وحلوه في التعبير. مين اكتر ممثل مصري انت قريب ليك وحاسس ان انت بتقتبس منه دايما؟ مش اقتباس. اي فاهمك فاهمك. كريم عبد العزيز، احمد عز، رامي مالك. اكشلي هيز يعني هيز ايجيبشن ولكن يمثل برا، بس عنده الفيتشرز يعني مبين انه مصري، عنده الروح عنده يعني الدي ان اي مبين. رامي مالك بالنسبه لي يعني واو، هيز ا جينيوس. انا مره احبه، مره احبه، وشفت له مستر روبوت. هيز ون اوف ذا جريتست اكتر اوف اول تايم تو مي يعني. طب لو هتعمل كولابريشن مع ممثله؟ في نجوم كثير يعني انا اتمنى اكون معاهم، ولكن كميتك تحس كميتك قريبه من يعني انا احب امينه خليل، احب منى شلبي، منى زكي، كلهم يعني منى شلبي وامينه خليل. لانه لو جتني فرصه يوما ما اني اكون معاهم في دور واو لايك يا رومانسي، اذا كان في شيء يجمعنا هذا بحد ذاته يكفي يعني، رومانسي ولا اكشن ولا دراما، بس انه هم كتمثيل يعني مخيفين يعني. مسلسل خاطف من نوع اخر، من الاعمال اللي الناس كتير على السوشيال ميديا اتكلمت عليها، ايه اللي وصلك على السوشيال ميديا وايه اللي وصلك على الارض؟ خاطف من نوع اخر، اخراج صديقي محمد سمير اوجه له تحيه. كلمني هو قال لي بنسوي عمل قصته عن مشاهير السوشيال ميديا ويصير لهم شيء معين. قلت له ها خلني اقرا. اعطاني ارسل لي النص، قلت له بكره جايك حنصور، لانه نص جميل. وسمير ما اقدر اقول له لا لانه مخرج مبدع وصديق وحبيب قلبي وشخصيه رائعه جدا يعني. سوينا عمل ان شاء الله ان شاء الله راح يعجب الناس. من البوستر الناس شافت ان العمل ده صعب ومختلف شويه. لا لا حاجه سمير تجلى، عمل حاجه حلوه. كنت شايف يعني كان ليك لقاء قديم من 4 سنين تتكلم عن والدتك، دلوقتي بتعمل ايه علشان تحس ان انت بتقدم حاجات هي تبقى مبسوطة بيها؟ ايه الخطوات اللي انت دايما بتعملها؟ وشايف ان انت حققت اللي هي تحب؟ لا لسه ان شاء الله اكثر، في اكثر اشياء، بس الحمد لله انها راضية علي. وامي مرة طيبة بزيادة يعني، اطيب واحدة في العالم، مرة غلبانة وطيبة ودائما تتمنى لها الخير ودائما تدعي لنا. وانا بس اللي اقدر اسويني انا ارجع لها جزء بسيط من اللي سوت لنا اياه وضحت فيه علشاننا يعني، وان شاء الله يعني اقدر اعوضها يعني. لسه ما عوضتها بالقدر الكفايه. شايف انت ممكن تعوضها ازاي يعني؟ انا شفت عينك كده يعني. ما يعني هو الحياه، هو في ايه في الحياه دلوقتي غير الفلوس؟ هو الماده هي اهم حاجه في الحياه، فانت يمكن تقدر تعوضها بقدر المستطاع ماديا. هو هذا الشيء اللي يمكن ما راح يرضيني 100%، لانه مهما سويت ما راح اقدر اعوضها.